في السعودية استضافت اللاعب مارك، وقامت حتى بعمل جولة معه داخل مسجد الراجحي وعرفته على الإسلام، وبعد أيام قليلة يظهر في هذا الفيديو وهو يقول الشهادتين ويعلن عن إسلامه. فرحة كبيرة جاءت معها هذه الكلمات للاعب كرة السلة اللاعب مارك وهو يقول الشهادتين. دعونا نشاهدها في الكليب التالي الذي لدينا. Yes, I do. Yes. Yes. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yes, I do. Yes. Yes.